إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فحديثنا اليوم عن التوكل، والذي هو أثر واجب من آثار اسم الله الوكيل. حديثنا عن التوكل الذي ينبغي على المسلمين أن يكون ديدنهم في كل لحظة، حتى في منامهم، حتى في سكناتهم بعد حركاتهم. يغرق الناس في الأسباب المادية، فتجد الإنسان منهم لا يعتمد إلا على وظيفته، لا يعتمد في الرزق إلا على العمل، ولا يعتقد في النصرة ولا يعتمد إلا على القوة. أسباب مادية يغرق الناس فيها، فينقصهم ذلك من كمال التوحيد، ويكون ذلك سبباً في تعكير صفوهم وفي شدة غفلتهم بعد كربتهم. عباد الله، فليعلم الإنسان أنه إذا كان يعمل في الحرام ويقال له هذا حرام فيقول لا أجد عملاً غيره، فهل هو يعتقد أنه بذلك يكون متوكلاً على الله؟ وهل من التوكل على الله أن يعمل الإنسان بالأسباب المحرمة؟ قدمت بهذه المقدمة من أجل أمر معين، وهو أننا إذا أردنا التوكل فلا بد من العمل بالأسباب، بشرط أن تكون أسباباً مشروعة. إذا أردنا أن نكون مؤمنين باسم الوكيل، أن نكون قد عرفنا معنى التوكل، وهو صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فإذا نحن أردنا أن نتوكل على الله فلا بد من العلم بأنه من نسي الذي خلق الأسباب، الذي جعل هذا الشيء سبباً في ذاك ولولاه ما كان سبباً فيه، الذي إن شاء خلق السبب والمسبب. فإن لم يعلم الإنسان ذلك أو علمه ولكنه غفل عنه، فأنى له معرفة التوكل، وأنى له أن يكون قد حقق ذلك. المؤمنون آمنوا باسم الله الوكيل فتوكلوا على الله، ويحتاج الإنسان في تحقيق التوكل إلى تحقيق ركنين حتى يكون قد أدى التوكل الذي ينبغي، حتى يكون مؤمناً باسم الله الوكيل. أليس هو سبحانه وتعالى المتولي لشؤون خلقه بقدرته وحكمته البالغة التامة الشاملة وعلمه الكامل التام، المتولي لأوليائه
بأن ييسرهم إلى اليسرى ويجنبهم العسرى، وهو الذي إذا توكلوا عليه كفاهم، فما لهم لا يتوكلون عليه. فيحتاج المتوكل إلى الله وعلى الله إلى أمرين اثنين. أما الأمر الأول فينبني على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولذلك لا تثبت قدم التوكل إلا على أرض الإثبات. الذين ضلوا في الدنيا عن حقيقة عقيدة الإسلام فأنكروا أن يكون لله اسم أو صفة أو فعل، وزعموا أنهم بذلك ينفون عنه التشبيه، ضلوا ولم يصيبوا التنزيه. وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا ممن حقق التوكل، لأنه كيف يعتمد على من ليس فيه الصفة التي يتوكل عليه بها؟ أهل الإثبات يؤمنون بعلمه التام السابق لكل شيء، يؤمنون بأنه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، ولا شيء يحصل إلا بقدرته وإرادته، بقدرته التامة وإرادته الشاملة الجازمة. فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فمن أثبت لله عز وجل أنه المدبر لأمور الخلق صغيرها وكبيرها، والعالم بعواقبها وأفعال العباد قبل حصولها، والذي يدبرها بحكمته التامة، وأيقن بذلك، فإنه قد حقق الركن الأول، وهو الاعتماد على الله بصدق، صدق الاعتماد على الله. الركن الثاني يا معشر المتوكلين على الله ومن تحبون تحقيق التوكل، تحقيق الأسباب المشروعة، أن يكون الإنسان لا يعتقد بأن الأسباب ليس لها أثر. فهنالك جانب في الإفراط وجانب في التفريط، هنالك غلو في فعل الأسباب والاعتماد عليها، هنالك من يغلو بترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب. يقال له ابحث عن رزقك، فيقول أنا متوكل على الله، الله سيرزقني. وهذا إذا كان لا يعلم أن الأسباب لها أثر على النحو الذي خلقه الله وجعله قانونا في هذا الكون، فإنه منكر في الحقيقة للأسباب، وإنكار الأسباب نقص في العقل وقدح في الدين. إنكار الأسباب نقص في العقل وقدح في الدين. فالذي أمرنا أن نمشي في الأرض وأن نمشي في مناكبها وأن نأكل من رزقه من خلال الكسب فيها، ما قال ذلك عبثا، أمرنا أن نعمل بتلك الأسباب، أمرنا بأن نعمل بالأسباب لتحصيل دنيانا ومعيشتنا، وأمرنا بالأسباب لتحقيق رضاه والجنة. فالجنة لا تحصل من غير عمل صالح، وكذلك الرزق لا بد له من أسباب. فالذين أنكروا القدر وزعموا أن لا قدر، كيف يمكن أن يتوكلوا على الله؟ والذين زعموا أن الإنسان مجبر على جميع أفعاله، كما قيل ألقاه في اليم
مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، أمره ونهاه ولم يدعه يختار. الجبرية أنى لهم أن يكون لهم توكل، فالأول كيف يعتمد على الله والثاني كيف يأخذ بالأسباب؟ وأهل الإثبات لهم القدم الراسخة في التوكل على الله، يعلمون أنهم حينما يتوكلون على الله حق التوكل أنهم لا يحتاجون إلى غيره أبدا، ويعلمون أن التوكل لا يمنعهم أن يعملوا بالأسباب، فلهم مفرطون ولا هم مفرطون. حتى نفهم القضية على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، فاسم الوكيل ليس معناه أنه يفعل بك ما لا تعمل له ولا تطلبه. إن كنت متوكلا عليه فإذا استهديته هداك، وإذا توكلت عليه كفاك. والمؤمن علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله في كل شيء في دقيقه وجليله، ويدعو الله بذلك. أليس قد علمنا أن نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا أريد أن يكون مني توكل على أي من خلقك حتى نفسي ولا طرفة عين، يعني لا رمشة العين بغمضها أو فتحها، حتى هذا المقدار من الزمان لا أريد أن يكون مني توكل على نفسي، لأنني إذا توكلت على غيرك وكلت إليه وتركت ولم يكن منك تدبير لأمري على خير ما أريد. فمن توكل على غير الله وكل إليه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك تجد الذين يخافون الخلق يحتاجون إليهم، تجد الذين يتكلون على الأسباب يغرقون فيها، ولو حققوا التوكل لوجدوا الكفاية، يكفيهم الله عز وجل ذلك، لا يحتاجون إلى غير الله عز وجل في ذلك. إذا كان الإنسان صاحب حق وعلى حق ودعا إلى حق لا يخاف إلا الله، يتوكل على الله كما قال سبحانه وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أنت على حق، توكل على الله ولا تنظر إلى الناس. وقال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى به. إذا كان الوكيل هو الله لك فهل ستحتاج إلى غيره؟ فهو وحده سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذا علمت أنه الوكيل ما لك؟ اتخذه وكيلا. كيف؟ بحسن التوكل، بتحقيق مقام التوكل، بصدق الاعتماد على الله الذي لا يعارض الأخذ في الأسباب. نبينا عليه الصلاة والسلام أليس قد قاتل واستعمل السلاح وكان قد ظاهر بين درعين؟ ماذا تريد أعظم من هذه الأسباب؟ ظاهر بين درعين، الناس يتخذون درعا وهو ظاهر بين درعين. العمل بالأسباب هذا لا يخالف التوكل، بل لا يحصل العمل بالأسباب مع صدق الاعتماد على الله إلا مع ثبات قدم في العلم ومعرفة الله عز وجل. هكذا تعرف اسم الوكيل، تحقق مقام التوكل. والعبد إذا توكل على غير الله ضاع،
فغير الله ينام ويموت ويغفل ويخذلك. وقال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال بعضهم في هذه الآية: من سمع هذه الآية فلا ينبغي عليه أن يتوكل على غير الله، لأنه من توكل على غير الله أضاعه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى الذي له الكمال المطلق، والذي يتوكل عليه لا يهاب غيره، الذي يتوكل عليه. أليس قد قال الله عز وجل لنبيه: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بعد غزوة أحد، لعلكم سمعتم بحمراء الأسد، انطلق فلول المشركين وتجمعوا هناك، وقال بعضهم لبعض: دعونا نجمع الناس من أجل مقاتلة محمد، لا نذرها تذهب هكذا. وقال أبو سفيان: سأجمع له من لا طاقة له به. وانتشر الخبر بأنهم قد جمعوا جموعا كثيرة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وأمر الناس أن يقوموا من وقتهم، وفيهم جراحات بليغة، فقاموا مسرعين وهم ينزفون من جراحاتهم البليغة، وانطلقوا وراءهم، فما سمع بهم القوم حتى فروا. هذا التوكل على الله. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت هذه كفاية، ولو كانوا فيهم من الجراحات وفيهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمع لكم. الآيات، الوضع صعب، والجرح حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كان فيه جراحات بليغة، شج وجهه وكسرت رباعيته وجحش جنبه وكسرت البيضة على رأسه، لكن هذا هو مقام الإيمان وتحقيق التوكل. لما علم الإنسان بأن الله على كل شيء قدير، وحقق هذا المقام، وعمل بما تيسر من الأسباب، لماذا نعجب من أنه يمكن أن يفر منه أعدى الأعداء وأقوى الأقوياء في الدنيا؟ أليست هذه الطائفة القليلة في العدد العظيمة عند الله قد هزمت إمبراطورية الفارس والروم، وما زالت في مهدها في أقل من 15 سنة بعد الهجرة؟ كانت قد كسرت فارس والروم وانتهت وتهدمت. فالمؤمن، المؤمن الحق لا يهاب القوى طالما أنها تحت قوة الله وتحت إرادة الله وسلطانه. فأكمل الناس توكلا أعلمهم بالله وأثبتهم
في معرفة قضاء الله وقدره. واعلموا يا عباد الله أنه يسير العبد في هذه الحياة في عبادته لله له وبه وعليه، له مخلصا وبه مستعينا وعليه متوكلا، فإذا فقد شيئا من ذلك ما وفق وضاع ولا يستقيم توكل إلا من أهل الإثبات لذلك. لذلك لا بد من العلم بأن التوكل هو من أعظم أسباب التوحيد، من أعظم أسباب تحقيق التوحيد، لأن الإنسان عندما يكون اعتماده تاما على الله لا يكون ميل منه إلى غيره في ظاهره ولا باطنه، ويكون هذا الصنف من الناس من أعلى الناس ولو عمل مهما عمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أصحابه يوما قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. من هؤلاء؟ فبات الناس يدوكون ليلتهم، فمنهم من قال هم الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هم الذين ماتوا على الفطرة، ومنهم ومنهم. فلما أصبحوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن تحقيق مقام التوحيد أدى إلى أن يكونوا في هذه المنزلة لا حساب. ماذا عملوا؟ أين الحسنات والميزان والسيئات؟ لا حساب. وأول زمرة تدخل الجنة من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب في أول شفاعة: أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء للناس فيما سواه من الأبواب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، التوكل صفة من صفات أهل الإيمان، وصفة واجبة، صفة لازمة لإيمانهم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم المؤمنون، لا بد من أن تكون منهم حتى تكون موصوفا بصفة الإيمان. إنما المؤمنون، كأنه حصر المؤمنين في هذا الصنف، إذا لم تكن من هؤلاء فكيف ستكون مثلهم؟ التوكل له ثمرات عظيمة يا إخواني. من ثمرات التوكل النصرة، تفريج الكربات، الرزق. أما مر معنا قبل قليل كيف أنه لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. صدقوا، قالوها بصدق، ليست كلمة مجردة ولكنها خرجت من القلب حين استقرت به على اللسان. توكل تام، ما خافوا الناس ولو جمعوا لهم. أليس كان قد جمع بنو غسان للمسلمين فخرج المسلمون إلى تبوك ليقابلوهم في الطريق، مع أنهم يعلمون أن ملوك غسان يجمعون الجموع لأنهم قد توكلوا على الله؟ وكم ستكون جموع أولئك؟ ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ونزل
بتبوك وبعث البعوث، بعث إلى دومة الجندل إلى سكاكا فحررها وكانت مملكة فدانت له وأرسلت بالجزية وأسلم بعضهم، وبعث إلى بحر أيلة إلى العقبة وما بعدها إلى بداية مصر، كل ذلك فدانت له في ذلك اليوم، ودانت له على مد ذلك ما بين هذه وتلك. يبعث البعوث مهما بلغت قوة العدو، فأين هي؟ أين هي من قوة الرب العلي سبحانه وتعالى؟ فالنصرة بيد الله، ولذلك تجد أنبياء الله يصدعون بالحق إذا أمروا بذلك. نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشهداءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن كان ما أبلغكم به عظم عليكم ولم تقبلوه، فهذا التوكل على الله الذي أنا عليه هذا من أعظم الآيات. وكانوا ذوي قوة وسطوة. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. قوم نوح سمعوا هذه الكلمة في ذلك اليوم، ونحن نعلم حقيقة الأمر، فأجمعوا يعني اجتمعوا وهاتوا الجموع الكثيرة أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا يكن أمركم فيه اشتباه، ثم اقضوا إلي، افعلوا ما شئتم من صور الانتقام والسوء إذا لم تثبت الآيات التي جئت بها، انتقموا كما تشاءون، ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، لا تعطوني مهلة. من يستطيع أن يقول هذه الكلمة إلا من كان يعلم علم اليقين أن الله سيحميه؟ فكانت آية، ما استطاعوا، كانت آية ودلالة ومعجزة إن شئتم. هذا النبي الكريم، ونبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. كم النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئن القلب، ساكن النفس، هادئ البال، هذه كلها من ثمرات التوكل. حينما أدركه المشركون ووقفوا على فم الغار، وقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما هذا التوكل؟ كيف وصل القلب إلى مثل هذا الحجم من الهدوء والسكينة والاستقرار؟ كلها من ثمرات التوكل، الرضا بقضاء الله، الثبات عند الأزمات والنوازل والبلاء لعلمه بعظم حكمة الله عز وجل وهو لا يعلم. ما أدرانا ما هي حكمته في ذلك سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، هذه الحقيقة. أما الرزق فكما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تفرون من أرزاقكم كما تفرون من آجالكم لأدركتكم أرزاقكم كما أدركتكم آجالكم. حديث حسن ومعناه صحيح بلا شك. ونبينا عليه الصلاة والسلام يذكر لنا ما يضمن لنا الكفالة. الكفيل من معاني اسم الوكيل. قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي سيحصل؟ فقد كفي
وهدي ووقي. فيقول الشيطان: ماذا تفعل برجل قد كفي وهدي ووقي؟ كيف لك إلى مثل هذا؟ خرج من بيته وقال صادقا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من ثمرات التوكل. وأختم بحديث ابن عباس رضي الله عنه من غير تفصيل فيه ولا بيان له، لأنه إنما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لا تظن أنني أقول لا تأخذ بالأسباب، الطير تغدو وتروح، تخرج من أكمامها ومن أعشاشها، تغدو وتروح، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم ارزقنا حقيقة توكل، اللهم ارزقنا تمام التوكل، وارزقنا تمام التوحيد وتحقيق التوحيد يا رب العبيد. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق ولاة الأمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.